قال وزير المالية رفع السودان من قائمة الإرهاب بيد الكونغرس. قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إن القرار النهائي في موضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية بيد الكونغرس الأمريكي، الذي تجب موافقته على المبادرات التي تتخذها الإدارة والخزانة الأمريكيتين. وأضاف الوزير خلال لقائه الجالية السودانية في واشنطن وفقا لوكالة السودان للأنباء أن الجالية يجب أن تخاطب مجلس النواب والشيوخ الأمريكيين لتقديم شرح وافي لقضية السودان باعتبار مسألة رفع العقوبات التحدي الأكبر للحكومة التي تحظى بقبول شعبي كبير من السودانيين، ولتدعيم شرعيتها ومعالجة مشاكل المعيشة وتقديم الخدمات وتشغيل الشباب وتهيئة الاقتصاد السوداني للانتقال لمرحلة الديمقراطية وتحقيق غدر من النمو. الجديد شنو في هذا التصريح؟ يعني كأنما هو يعني معاد، يعني الجميع يعلم أن الكونغرس لديه القرار النهائي في هذا. والله سبقتني يا أحمد، لأنه أنا داير أقول أنه يعني ده ما خبر بالنسبة للرأي العام، أنه رفع العقوبات هو بيد الكونغرس الأمريكي، لأنه معلوم لأي متابع أنه في قانون سلام السودان وجيز في الكونغرس الأمريكي بموجب وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وترتب عليه وضع السودان في الحصار الاقتصادي الأمريكي، وحصار اقتصادي ليس أمريكي زي ما قلنا قبل كده، أصبح حصار اقتصادي دولي، لأنه أمريكا استصحبت معاه كل المجموعات اللي بتدور في فلكة من ناحية، اللي عندها معاه علاقات من ناحية أخرى. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن وزير المالية وهو موجود في تلك المناطق بخاطب الجالية السودانية أن هي تمارس ضغوط، لكن وين التغيير الذي يمكن أن تحدثه الثورة التي حدثت في السودان في الذهنية الأمريكية وذهنية أعضاء الكونغرس الأمريكي؟ يعني ما هو المطلوب؟ إذا كان الكونغرس الأمريكي عندما وضع هذا القانون وعاقب به السودان، عاقب نظام حكم كان قائم في ذلك الوقت. الآن نظام الحكم أزيل بثورة شعبية. طيب، وهو وكزير للمالية وبيجلس مع الخزانة الأمريكية، ماذا يمكن أن تقدم الكونغرس الأمريكي لحكومة جاءت بثورة شعبية؟ ده الآن المطلوب من الناحية. من الناحية الثانية، ما هو المطلوب عمله داخل السودان حتى تقنع الإدارة الأمريكية بأنه ما الأسباب التي بموجبها وضعت السودان في هذه القائمة الآن زالت؟ يعني أنت مفروض يكون عندك كشف حساب. إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتكلم عن دارفور والحرب، تتكلم عن اللجوء والنزوح، بتتكلم عن السلام في دولة جنوب السودان، بتتكلم عن العون الإنساني، بتتكلم عن الإرهاب، أنت خذ الملف بتاعك ده كله وشوف إلى أي مدى الآن الحكومة دي أو آخر الأيام النظام السابق التقدم حصل فيها إلى أي حد، عشان تقدر تقنع الكونغرس الأمريكي بأن كل الأسباب التي أدت إلى وضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب هي انتفت الآن. فأنا أفتكر نحن محتاجين لعمل داخلي وعمل خارجي. برضو أنت محتاج تستصحب معاك أعضاء الكونغرس الأمريكي. يعني إحنا في السودان الآن الناس بتتكلم عن إنه والله الآن معظم الجهاز التنفيذي هو جايين من منظمات دولية أو كانوا بالخارج وكذا، بما يعني شنو؟ أنهم عندهم علاقات ممكن يستخدموها وكذا. طيب وين العلاقات دي حتى الآن؟ الناس دي استخدموها على الأقل يحيدوا الكونغرس الأمريكي لمصلحة الشعب السوداني. العقوبات دي بالمناسبة ما تضررت منها الحكومة السابقة أبداً، ولا النظام السابق. تضرر منها الشعب السوداني لأنها لمسته في الغذاء وفي الدواء وفي المواصلات وفي الحركة وفي الاقتصاد وفي أي حاجة. فالولايات المتحدة الأمريكية برضه كدولة بتدعي حماية الحقوق الإنسان، حقه تعرف إنه هي انتهكت حقوق الإنسان في السودان بهذه العقوبات انتهاك غير مسبوق. والمسألة دي بالمناسبة اتكتب فيها تقرير، يعني الأضرار النجمت عن الحصار الأمريكي ده للمواطن السوداني هي عشرات أضعاف اللي نتجت ضرت الحكومة نفسها. فأنا أفتكر حقه برضو ينزل المسألة من زاوية تانية، أنك أنت الآن بتعاقب في شعب ولا بتعاقب في نظام حكم؟ لو بتعاقب في نظام حكم انتهى. لو بتعاقب في شعب حقه بعد كده تعيد النظر في المبادئ اللي انت طارحها، حماية حقوق الإنسان و نعم. ده كلام جميل. شكرا جزيلا دكتور عبد الملك النعيم لكل ما قدمته من آراء والتحليلات، كتر خيرك. شكرا لكم أحمد لينا، شكرا للذين تابعونا. شكرا جميلا.